مطبخنا شفتوه، بس اللي ما شفتوه هو خلف الكواليس وكيف يتم تصوير برنامج مطبخ بنات. بس نطلع من الاستوديو اللي هو غرفة مربعة كبيرة، عندنا هنا مخرجتنا العظيمة أماندا، دائما عينها على الكاميرات ما تضيع ولا ثانية عشان انتوا تشوفوا The best moment. بعد ما تطلعون من هنا وتلاقون كل هالتفاصيل وكل هالكاميرات، رح اخذكم على غرفة سرية ما حد شافها من قبل، بس انتوا حتشوفوها. الجرين سكرين. تصور سارة اللي هنا. جايقها شوي. كل الصور هاي رح تلقوها على انستغرام بنات. هنا عندنا جلسة الاعترافات. لا تفوتكم اخطر الاعترافات واخطر الاسرار، عشان تشوفوا كل التفاصيل روحوا واحضروا حلقات البرنامج على اليوتيوب. مطبخ بنات. أحلى مطبخ بالعالم.